أهلا وسهلا، عدنا إليكم من جديد. واحد الموضوع اللي هو شيق. مؤخرا ظهرت في الأونة الأخيرة طقوس غريبة كيديروها شباب ومراهقين مغاربة، كيضربوا بعضياتهم وكيوشموا لحمهم وكيتقبوا لسانهم وكيقتلوا المشاش وكيشربوا الدم ديالو. شي هادي اللي الكبرى عندنا حنا اللي كنحيدوا منا داك الشعور اللي كتحس به، يعني مره في العام كتحيد طقوس ديال ميلاد معبد الشيطان. هذا اش كيعبر؟ كيعبر على دم مكبد. هاد الانسيلة دا كنعبر به على شي حاجه كنحس بها. عبد الشيطان في المغرب واحد الظاهرة اللي ولات خطيرة في بلادنا. البعض الشباب والشابات بدأوا كينضموا واحد الجماعات. الهدف ديالهم هو عبادة الشيطان. الحاجة اللي كتضحك هي انهم كيتخباو ورا الموسيقى ديال البلاك، ولا سولتيهم كيقولوا لك لا هذا غير السيل ديال الميتال، كيشبه اللبس ديال عبدة الشيطان. هاد النوع ديال البشر كيسمع الموسيقى ديال الميتال وكيحتفلوا بالجهالة، لدرجة انهم كيضربوا بعضياتهم وكيديروا بزاف ديال الخواتم وكيلبسوا حوايج كحلين شي حاجة في شكل واشمين لحمهم وتعقبين لسانهم بواحد الطريقة مرعبة. كتكون كتهد باقي، كتحس بأن الحياة مشات، كتحس بأن دماغك كيسكت. ومن السيل ديالهم ولا أي واحد شافهم غادي يقول هادوك من عبدة الشيطان. الأغلبية فيهم قاصرين وقاصرات، العمر ديالهم ما بين 15 و20 سنة. هاد المراهقين كيديروا لقاءات سرية بيناتهم، وفي بعض الأحيان كيستغلوا الحفلات ديال الموسيقى الميتال وكيشطحوا وكيفرغوا الكبت اللي فيهم، لدرجة البعض منهم كيوصل لواحد المرحلة خطيرة في الإيمان والإدمان بالشيطانية، بأنهم كيقتلوا المشاش وكيشربوا الدم ديالو. وصل بأنه لا كينقل من اليوتيوب بعد طريقة ديال عبادة الشيطان وكيحاول يطبقها هي، ولا كيشدوا قط كيقطعوا الأجزاء وكيشربوا الدم ديالو، وشي مسامعات كيحرقوا هذاك الوسط ديالو بالعافية. ولكن ما نكذبش عليكم بالضبط، المهم هادشي ظاهرة جديدة خطيرة بالنسبة لي أنا، وهادشي ما مولفينوش في التقاليد ديالنا ولا في الديانة ديالنا. كيستغلوا هذا الفكر باش كيديروا المحرمات، والبعض منهم كيمارسوا الجنس مع البعض وكيستعملوا جميع أنواع المخدرات وكيعيشوا في الوسخ. كاين فرق بين تكون مع عبدة الشيطان وتكون كتسمت البانك. البانك تستيل موسيقي، كتلبس واحد اللبس سبيسيال، ما عندها حتى شي علاقة بالإسلام. مثلا أنا بالنسبة لي أنا مسلم، قلتي لي شهدوا على شحال رسول الله، سي فغي، بسبب هادي خلاني غنولي ساتانيست حيت كنسمت حس الموسيقى سبيسيال. دوك كاين فرق كبير بين الموسيقى والديانة. جنس ما كاينش زعما الجنس، كيف دريه كيف بنت يقدر يدير اللي بغا في السن. زعما هذا السن الحر، فهمتيني، اللي بغا يدير شي حاجه كيديرها، ماشي تكون دري تكون بنت تكون شارع تكون دري صغير ما كاين مشكل. جوست خصك تكون كتعجبك هاد الموسيقى وعجبك هاد السن صافي. المثلية ما عندهاش بلاصه، ما كاينش كيف ما قلت لك، هذا سي حر باللبس، ما عندها علاقه بالجنس ديالنا بوالو. كيف ما كتعرفوا القصة ديال الشيطان من قديم الزمان هي معروفة، كيفاش احتجل الدنيا والمشكل اللي وقع ليه مع الله سبحانه وتعالى عز وجل. بعض الناس كيآمنوا بالشيطان
المادي واللي هو خارق للطبيعة، والبعض الآخر كيآمن بالشيطان اللي هو الجانب السيء في بني آدم. في سنة 1966 تأسست أول كنيسة شيطانية في فرانسيسكو بالضبط في كاليفورنيا من واحد شخص اسمه أنطون ليفي. طبعا المنخرطين اللي فيها كلهم ملحدين ومشككين في جميع الديانات السماوية. وفي هذه الكنيسة ظهرت الشيطانية معتقد خطير كيعملوا واحد طقوس، المغزى منها هو الإعجاب بالشيطان، وهم كيخافوا من المسلمين بزاف، وكتوصل حتى لتضحيات بالحيوانات وبعض الأحيان حتى بالبشر. كيعتقدوا بأن الأخلاق وسخات العالم، معروفين بطبيعة الحال بالشدود والتعصب، وكيف ما قلنا سابقا أنهم كيمثلوا بالجسد ديالهم، وبأن الإنسان خاصه يعيش الحياة بكل الشهوات والملذات ديالها بلا ما يفكر بأن هناك آخرة. أما بالنسبة للأفكار اللي كيروجوا بها على معتقداتهم فهي عديدة وغير مباشرة، بحيث كاين منهم علماء وشعراء وملحنين اللي كيكونوا كيكتبوا الموسيقى والكلمات بواحد الطريقة ذكية اللي كيشجعوا بها المستمع باش يسمع هذيك الأغنية ويرددها، لدرجة حتى العقل الباطني ديالو واخا تكون انت انسان عادي ومؤمن بالله سبحانه وتعالى كتولي تردد هاد الموسيقى بلا ما ترد البال الاغاني، لانها بطبيعه الحال مسجله بطريقه معكوسه فيها رسائل مخفيه تمجد الشيطان والعياذ بالله. Bitch better have my money. Bitch better have my money. You know my bad bitch. You know we shit we me. You know my bad bitch. You know my bad. Give me love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Give up and we stand the us. Give up and we stand the us. هل سمعتم ذلك؟ أم ستنكر ما سمعته سابقا وستقول بأن هذا صدفة؟ إليك المزيد. Wanna be like that, bad girls underneath the light there. You know how I'm feeling inside, baby. I sniff my honey, you make my sniff relieve my honey. That girl in the هل الدليل الثاني قد قطع شكك باليقين؟ إذا كان لا، دعنا نستمر إذن، فما زلنا لم ننتهي. Let the sky fall, 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 f
بعض المجتمعات معترفين بهذه الشيطانية، رغم أن الرأي العام ديما لهم بالمرصاد، وخصوصا المسيحية ما كيتحاملوش معهم. للأسف المغرب دخلته ثقافات غربية كثيرة والدعوة تخلطات، وحتى بعض الأباء ما كاين غير ولد ولوح الزنقة بدون ما يراقبوا الأبناء نتاعهم. وللأسف في الأخير كيقولوا كيفاش تبع هاد الشيء، خاصك تعرف مادام ولدتيه انت مسؤول عليه. كيف ما شفتوا مؤخرا الفوضى والتحرش وزيد وزيد اللي وقع في البولفار، الشباب ولا متناقض مع راسه وكيقولوا بأن الموسيقى الميطال بعيدة على عبادة الشيطان. في الحقيقة هاد الوليدات كيبقاو فيها. للأسف هالظاهرة المرعبة إهمال بعض الأباء وحتى الدولة وعدم تتبعهم لأبناء، خاص شي برنامج تنموي لهاد الشباب. هادشي غادي وكيزيد يكبر ومازال غادين فساد مرعب، وهادشي راجع للتقليد الغرب بطريقة غالطة. وأخيرا هذه رسالة للأباء، عفاكم ردوا البال لولادكم، عرفوهم أشنو كيديروا وشنو كيتبعوا. الوقت ولات كتخلع مع هذا الجيل والتكنولوجيا تبدلات، الفيسبوك والتيك توك دير حالة في وليداتنا اللي هم رجال الغد. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأخيرا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا، شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. مع تحيات محمد بساط، إلى اللقاء.